السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ده ان شاء الله البرنامج النهائي اللي هتعمله بعد ما تخلص الفيديو ده. فاول حاجه انت عندك دلوقتي الصوره، تمام؟ والصوره ديت يعني جايه بزاويه كمان ومش باينه من بعيد قوي، فاحنا عايزين الصوره دي تتعدل كانها معروضه قدامك بالظبط، كان واحد ماسكها لك قدام عينيك بالظبط، تمام؟ فنعمل كده ازاي؟ دي البرنامج اللي هيعمله بقى. فهو اول حاجه هيحدد الصوره اللي عندنا، ويحدد حدود الصوره او الورق اللي عندنا، تمام؟ وبعد كده يحدد اركان الورق اللي عندنا، وبعد كده هيبدأ يعدلها لك تظهر بالشكل ده، تمام؟ فيلا بينا نشوف ازاي هنعمل الكلام ده كله. تمام، وانت ما اشتركتش لسه معانا في القناه، فيا ريت تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك. تمام، فاول حاجه الخطوه رقم صفر اللي هي الخطوه الاساسيه في اي مشروع كمبيوتر فيجن او اي مشروع ابصار اله، اللي هو بتقرا الصوره اللي عندك، تمام؟ فاحنا هيبقى عندنا الصوره اللي اسمها في 3، هنقرا الصوره اللي عندنا، تمام؟ وبعد كده هناخد الاوريجينال ويث والاوريجينال هايت، تمام؟ بتاعنا يعني هيفضلوا معانا عشان هنحتاجهم في خطوات بعدين، تمام؟ النيو هايت ده بيساوي 400، ليه 400؟ ده رقم انا حطيته من عندي، ممكن انت تحط اي رقم، تمام؟ والفكره ان احنا كمان النيو هايت ده هنستخدمه عشان نعمل ريسايز او اعاده تحجيم تاني للصوره. طب ليه؟ هنعرف الخطوه اللي بعدها، تمام؟ طيب الريشيو طبعا دي النسبه ما بين الطول الاصلي اللي هو ده، تمام، والطول الحقيقي. طب ليه برضك؟ عشان برضك هنستخدمه في خطوه بعدين هنرجع لها تاني، تمام كده؟ تمام. بعد كده الخطوه بقى الاساسيه، الخطوه بقى الشغل الحقيقي بقى، الخطوه رقم واحد. اول حاجه بيقول لك عملنا تصغير للصوره عشان تبقى العمليات اسرع، تمام، وزائد عمليه السيف. فخلينا نشوف اول جزء هو بيقول على ايه. اول حاجه احنا عملنا تصغير للصوره ليه؟ الصوره اللي عندنا مثلا لو كانت الصوره اللي داخله البرنامج مثلا صوره كبيره، مثلا صوره ممكن تصورها مثلا بموبايل حديث مثلا ولا حاجه، فاقل حاجه هتلاقي ان الصوره مثلا عدد البكسلز اللي فيها 4000 بكسل مثلا ولا حاجه، تمام؟ فالفكره ان احنا مثلا عايزين نقلل حجم الصوره بحيث مثلا يكون عدد البكسل مثلا يكون ابعادها مثلا 400 في 200 يبقى 800 بكسل، او 400 مثلا في 300 ب 1200 بكسل، تمام؟ غير بقى يعني طبعا ده اقل بكتير من 4000 ووقت وارقامي تبقى كمان اعلى من 4000 كمان، تمام؟ فالخلاصه ان احنا بنعمل الحاجات ديت عشان نسرع العمليه، تبقى العمليات بسرعه يعني سريعه يعني، وما تحتاجش ان هي جهد كتير ولا شغل كتير من اوبن سي في، تمام؟ عشان حتى الجهاز اللي بيشتغل عليه البرنامج لو كان الجهاز بطيء او الجهاز مش امكانياته عاليه برضك ما يتاثرش ويقدر برضك ان هو يشتغل بشكل طبيعي، تمام؟ تاني حاجه عمليه اساسيه، العمليات الاساسيه طبعا احنا هنطبق بقى اللي هو مين، هنحول الصوره اللي عندنا لجري سكيل ونطبق كان والكلام ده كله. طبعا ليه؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجه احنا هنعمل ريسايز للصوره اللي عندنا شبه ما قلنا. ليه بقى دلوقتي؟ عشان نخلي العمليات سريعه، تمام؟ طب ايه داله ريسايز ديت؟ داله ريسايز اهي نفس الداله بتاعت اوبن سي في المبتدئين، تمام؟ فلو انت طبعا ما شفتش اوبن سي في المبتدئين هتلاقي اللينك بتاعها تحت، تمام؟ اتفرج عليها عشان دي اساسي جدا، وكل الكورسات اللي عندنا بعد الكورسات وكل الكورسات اللي بعد الكورس ده مبنيه عليه، تمام؟ فيعتبر مهم جدا جدا يعني تتفرج عليه، تمام؟ طيب بعد كده بعد ما عملنا ريسايز للصوره اللي عندنا هنحولها لجري سكيل، تمام؟ هنحولها لابيض واسود، تمام؟ طب ليه بنحولها لابيض واسود؟ عشان احنا عايزين نحدد حدود الورقه اللي عندنا، تمام؟ الورقه اللي متصوره ديت عايزين نحدد الحدود بتاعتها، تمام؟ طب لو احنا عايزين نحدد الحدود احنا بنستخدم مين؟ بنستخدم فايند كونتورز. طب فايند كونتورز ديت متطلبه ايه؟ يعني لازم انا اعمل في الصوره بتاعتي ايه عشان استخدم فايند كونتورز ديت؟ طبعا الكلام ده كله اتكلمنا عنه بالتفصيل في اوبن سي في تاني، تمام؟ فالفكره ان احنا بناخد الصوره اللي عندنا نحولها لجري سكيل او ابيض واسود، وبعد كده ندخلها على جاوسيان بليرنج. لو انت مثلا في حاجات في الصوره انت مش عايزها تظهر عشان ما تاثرش على الحسابات بتاعه فايند كونتورز، فانت بتعمل لها بليرنج، تمام؟ وبعد كده بتدخلها على مين؟ على كاني، تمام؟ كاني ايدج ديتكشن عشان يعمل لك مين؟ الحواف اللي عندك في الصوره، تمام كده؟ بعد ما تعمل الخطوات دي كلها تدخلها على فايند كونتورز وتقدر تجيب لك الكونتورز اللي عندك، تمام؟ فده اللي احنا عملناه. عملنا اول حاجه عملناها لجري سكيل، حولناها لجري سكيل، تمام؟ وبعد كده عملنا لها جاوسيان بليرنج. عشان ايه؟ ليه جاوسيان بليرنج هنا؟ عشان الورقه ذات نفسها ممكن يكون جواها خطوط، ممكن يكون جواها كلام، ممكن يكون جواها اشكال، حاجات من ديت يعني، فده ممكن يؤثر في الكونتور بتاعنا، ماشي؟ او احنا ممكن نلاقي كونتورز جوه الورقه ذات نفسها، فديت انا مش عايزه، انا لا عايز كونتور بره الورقه ولا جوه الورقه، انا عايز حدود الورقه ذات نفسها، تمام؟ فعشان كده احنا عملنا جاوسيان بليرنج، وكمان الجوده بتاعت او القيمه بتاعته عاليه 9 في 9، تمام؟ يعني كبير، تمام؟ احنا العادي مثلا بتاعنا كنا بنستخدم تلت القيمه ديت اللي هي 3 في 3، تمام؟ انما لا احنا دلوقتي بنستخدم 9 في 9، تمام؟ عشان طبعا انا مش عايز اي حاجه تظهر، انا يعني كل اللي انا عايزه تظهر بس الصوره اللي عند او الورقه، قصدي معلش الورقه اللي عند، تمام؟ بس. وبعد كده هنطبق كاني، تمام؟ اتش ديكشن طبعا القيم ديت شبه ما اتكلمنا قبل كده، ديت بتيجي بالتجربه انت، فانت جربها مع نفسك، تمام؟ وبعد كده بقى هنخش بقى ايه، تعالى كده بعد كده هنخش الصوره اللي عندنا، تمام؟ هنطبق بقى مين؟ نجيب الكونتور بتاعنا،
تمام. فهنطبع الميثود اللي عندنا اسمها فايند كونتورز، تمام. عايزين طبعا كل الكونتورز الخارجيه، عشان كده استخدمنا اكسترنال. الجزء بقى اللي انا عايز اوضحه، ايه سالب 2 اللي في النص في الاخر دي؟ ايه سالب 2 ديت؟ بص يا سيدي، تمام. الكلام ده انا طبعا ما قلتلوش في اوبن سي في للمبتدئين، بس انا ايه حدثت الكود بتاع اوبن سي في للمبتدئين. فلو انت مثلا حضرت معانا الكورس بتاع اوبن سي في للمبتدئين، هتلاقي الكود اتحدث دلوقتي في الكلام ده كله. فالخلاصه ان اوبن سي في لها كم اكتر من اصدار، لها مثلا اصدار اللي هو اوبن سي في 2، اوبن سي في 4، اوبن سي في 3 والكلام ده كله، تمام. فهو في اوبن سي في 2 واوبن سي في 4، لو انت بتنادي على الميثود اللي هي فاوند كونتورز ديت، دي بترجع لك كونتير 2. اول حاجه، اول قيمه اللي هي الكونتورز، وثاني قيمه حاجه اسمها الهيراركي، تمام، او الوراثه او الترتيب، تمام. الهيراركي دي اللي هو علاقه كل كونتور بالكونتور اللي حواليه، تمام. يعني الكونتور دي علاقته ايه بالكونتور اللي قبله والكونتور اللي بعده، والاثنين علاقتهم ببعض، دي جوه دي ولا دي بره دي ولا ايه الدنيا، تمام. فدي العلاقه دي اللي اسمها الهيراركي، تمام. دي القيمه اللي بترجعها، تمام. طيب فهو ده في اوبن سي في 2 و4، دي اللي الكونتين الاثنين دولت بس اللي بترجعه، تمام. في الاصدارات الثانيه بقى بترجع ثلاث قيم. اول قيمه، ودي اللي اتكلمنا عنه في اوبن سي في للمبتدئين، تمام، اللي هو بترجع ثلاث قيم، اللي هو القيمه الاولانيه اللي هو الصوره، بتبقى بالصوره متدمره يعني ملهاش اي لازمه، تمام. وتاني حاجه الكونتورز، تمام. وتالت حاجه الهيراركي، تمام. فهو الفكره والخلاصه بتاعتني اعرف ازاي ان الاصدار اللي عندي او اصدار اوبن سي في اللي موجوده عندي بتستخدم الامر ده سي في 2 دوت اندرسكور اندرسكور فيرجن اندرسكور اندرسكور، تمام. وبعد كده تستخدم مين؟ زيرو، تمام. ليه زيرو؟ عشان اقدر اجيب الرقم الاولاني بتاعي، تمام، اول رقم بتاعي. طبعا ده هيرجع لك سترينج، تمام، او نص، تمام. فانا عايز اخد اول حرف من النص اللي عندي ده، اول حرف ده اللي هو الرقم الاصلي اللي بيحدد لي اصدار اوبن سي في اللي عندي. يعني مثلا ايه، لما انت بتعمل رن لسي في 2 دوت اندرسكور اندرسكور فيرجن اندرسكور اندرسكور، ده هيرجع لك مثلا ايه 4.2.5 مثلا، تمام. فانت كده تعرف ان اوبن سي في اصدارها 4، اوبن سي في 4، تمام. فانا الفكره بقى ان انا عايز اشوف هو اصدارها بقى، مثلا لو كانت الاصدار بتاعي ده لو كان 4، تمام، او 2 4 او 2 مش هتفرق معايا، الاثنين بيدوا نفس الحاجه. لو 4 او 2 يبقى اطبق الكلام ده كله، تمام. عشان كده انا مستخدم كلمه ان، تمام، عشان اشوف لو الحرف ده فعلا موجود في 4 او 2، فيبقى خلاص يبقى هو فعلا كده اصدار بايثون، اصدار اوبن سي في اللي هو 2 او 4، فطبق الكلام ده كله، تمام كده. انما غير كده اصدار بقى 3 ولا اي اصدار تاني، لا هطبق الكلام ده كله، تمام. طيب انا اقول لك بقى على حاجه بسيطه خالص تعملها وتغنيك عن كل الكلام اللي انت كتبته ده. حاجة واحدة دي بقى الاستخدام بتاع مين؟ سالب 2 ده. سالب 2 بقى استخدمت يعني ايه، وفرت علينا ان احنا نستخدم اف ونكرر الكلام ونعمل الكلام ده كله. ليه؟ ما هو سالب 2 دي معناها ايه؟ معناها تاني قيمة من النهاية، تمام؟ تاني مخرج من النهاية، تمام؟ يعني ايه؟ بص يا سيدي، شفت هنا الدالة الأولانية ديت؟ دي بترجع لك كام مخرج؟ بترجع لي مخرجين اتنين، المخرج اللي هو ده والمخرج اللي هو ده. طب مين تاني مخرج من النهاية؟ اللي هو الكونتورز، تمام كده؟ طيب تعالى نرجع تاني للي بعدها ديت، بترجع كم قيمه؟ ثلاث قيم، تمام. طب مين تاني مخرج من النهايه؟ ادى النهايه هيت، اول مخرج تاني مخرج، لا نفس القيم، تمام. فدي الخلاصه بقى، سالب 2 ديت بتحدد لك تاني مخرج من النهايه، وهو يفضل دايما مهما اختلف اصدار اوبن سي في هيبقى نفس القيمه اللي هو الكونتورز، تمام. فده وفر عليك كتير جدا، تمام كده، تمام قوي. طيب بعد كده تعالى بقى ايه كده، احنا معانا مين؟ معانا الكونتورز بتاعتنا. طيب بعد كده احنا معانا اكتر من كونتورز، في كونتورز كتيره ممكن تلاقيها اكتر من كونتورز، على حسب شكل الورقه اللي عندك وعلى حسب الخلفيه اللي محطوط عليها الورقه وحاجات كتير جدا، تمام. فاحنا عايزين بقى نرتب الكونتورز ديت من الكبير للصغير، تمام، وناخد اكبر واحد فيهم، عشان اكبر واحد فيهم هتبقى طبعا الورقه اللي عندك. ما هو مثلا لو واحد عايز يصور ورقه مثلا ولا حاجه، هتبقى طبعا التركيز كله والخلفيه، التركيز كله والكاميرا والورقه والصوره كلها، اللي واكل الصوره كلها الورق، تمام. اكبر حاجه في الصوره كلها هيبقى الورق، انت لو بتصور ورقه هيبقى اكبر حاجه في الصوره كلها هيبقى الورق، تمام. فعشان كده احنا بنفترض ان احنا هنجيب الكونتورز كلها، تمام، ويبقى اكبر واحد عندنا هو نفس الكونتور بتاع الورقه اللي عندنا، تمام كده، تمام. فهنستخدم ميثود اسمها سورتد، ديت ميثود في بايثون ذات نفسها، تمام، بتدي لك الكونتورز اللي عندك، كل الكونتورز اللي الميثود ديت لقيتها، تمام، ونقول له كي بيساوي سي في 2 دوت كونتور اريا، تمام. الكي ده اللي هو وجه المقارنه، تمام، وجه المقارنه اللي هيقارن بيه القيم اللي موجوده في الكونتورز ديت، تمام. يعني مثلا ايه، كونتور الكونتورز ديت فيها اكتر من كونتور، مثلا هنفرض ان هو في 3 كونتورز موجوده جوه الليست ديت، تمام. فهيجيب الكونتور الاولاني ويحسب الاريا بتاعته، ويجيب الكونتور الثاني ويحسب الاريا، ويجيب الكونتور الثالث ويحسب الاريا او المساحه بتاعته، تمام. فبعد كده يقارن الثلاثه مع بعض ويجيب اكبر مساحه، فيبقى اكبر مساحه
تمام، ده الكونتور اللي هو اكبر مساحه اللي هو اكبر كونتور تمام، ويرتبهم بقى على حسب المساحه بتاعتهم. طب بيرتبهم من الصغير والكبير ولا من الكبير للصغير؟ لا بيرتبهم، الافتراضي ان هو بيرتبهم من الصغير للكبير، فانت عشان ترتبهم من الكبير للصغير بيستخدم كلمه ريفرس، ريفرس ديت يعني معكوس تمام، فريفرس بيساوي ترو، بكده بيرتبهم من الكبير للصغير تمام. وبعد كده بستخدم صفر عشان اقول له انا عايز اكبر واحد او اول واحد في الليست اللي عندك تمام، اللي هو مين؟ اللي هو يبقى الكونتور بتاع الورقه اللي عندنا ان شاء الله. تمام كده، تمام، يا رب يكون فهمتني. بعد كده، بعد كده بقى هندى على مين؟ درو كونتورز خلاص. طبعا نفس الكلام ده احنا شرحناه قبل كده في اوبن سيفيل مبتدئين، بس اللي انا عايز افكرك بيه ان انت لما تيجي ترسم كونتور واحد بس تمام، لازم تحطه ما بين ليست، ماشي؟ لازم تحطه في ليست. ليه؟ عشان درو كونتورز ديت متوقعه ان انت هتدي لها اكتر من كونتور عشان ترسمه تمام، فهي متوقعه ليست جواها شويه عناصر تمام. فانت لما تدي لها بقى عنصر واحد بقى، فانت لما تدي لها عنصر واحد اللي هو البيجست، فانت لما تدي لها العنصر واحد اللي هو بيجست كونتور، فيبقى كده غلط تمام. لا هي متوقعه ان هي تاخد اكتر من عنصر تمام، فعشان كده لازم تحطها في ليست. تمام كده، تمام. وبعد كده هنعرض الصوره عندنا. تعالى كفايه شرح لحد كده، وتعالى نشوف ايه الخطوات اللي احنا عملناها كده لحد دلوقتي تمام. ادى البرنامج شغال اهو، فادى الصوره اللي عندنا اهي تمام، ادى الصوره اللي عندي تمام. احنا طبعا عملنا لها ريسايز تمام. انا عايز اوريك حاجه بس، تعالى كده عايز اوريك حاجه، تعالى كده نعمل ديت، دي الصوره الاصليه اللي عندنا تمام. عايز اوريك، شوف لو انا جيت شغلتها، شوف شوف حجم الصوره قد ايه كبير جدا تمام، يعني الصوره واخده كل حاجه هنا في الشاشه وطالعه بره كمان ومش طبيعي تمام. فالفكره بقى ان احنا نعمل لها ريسايز عشان نصغرها، فكده عملنا لها ريسايز. شفت الشغل بقى تمام، فدي كده عملنا لها ريسايز ماشي. ابعاد بقى طبعا شبه ما قلنا ان الهايت بتاعها يبقى 400، دي الهايت اهوت، دي الارتفاع بتاعها يبقى 400، والويتس قلنا هيتحسب اوتوماتيك تمام. طيب وبعد كده، بعد كده طبعا حولنا لها جري سكيل اول حاجه، وبعد كده عملنا طبقنا بليرنج اللي هو جاوسن بليرنج، وبعد كده طبقنا كاني، ادا كاني تمام. طبعا شفت هنا لو انت جيت بصيت هتلاقي ان هنا في الكونتور بتاعنا اهوت، ادا اطار الورقه بتاعتنا تمام، وده حاجات موجوده جوه الورقه، دي حاجات موجوده جوه الورقه واتحسبت مع كاني هو كمان تمام. فهو دي بقى لما احنا نيجي هنا حسبنا بقى حدود الورقه اهو، احنا جينا حددنا اكبر كونتور موجود عندنا ورسمناه اهوت اللي هو باللون الاخضر ده، دي اللي هو مين؟ الورقه بتاعتنا تمام كده. طيب ايه الخطوه اللي بعدها؟ ان احنا نحدد اركان الورقه. فتعالى بقى نشوف نعمل الكلام ده كله ازاي. فالخطوه رقم 3 بقى، الخطوه رقم 3 ان احنا نحدد اركان الورقه اللي عندنا تمام. فعندك ميثود اسمها مين؟ جيت كورنر بوينتس تمام، بتدي لها البيجست كونتور او الكونتور اللي عندك تمام، وهو هيرجع لك مين؟ الكورنرز اللي عندك او اركان الورقه اللي عندك. فتعالى كده نخش على جيت كورنر بوينتس تمام. فهو طبعا اول حاجه بتستخدم هو دالتين اتنين تمام، دالتين اتنين بس اللي بستخدمهم، ارك لينس تمام وابروكسيميت بوليجون تمام. فتعال نوضح ايه كل واحده بتعمل ايه بالظبط وايه الكلام ده كله تمام. بص يا سيدي، اول حاجه مين؟ ارك لينس ديت، ارك لينس ديت بديلها الكونتور اللي عندك، وبعد كده بتديلها كلمه اسمها كلوز تمام. كلوز ديت عباره عن قيمه ترو او فولس، بتوضح هل الشكل اللي عندك مغلق ولا مش مغلق تمام، يعني الشكل ده مقفول تمام، يعني مثلا مستطيل تمام مقفول، ولا مثلا مستطيل وطاير مثلا ضلع من اضلاعه تمام. فدي دي الفكره في مغلق ولا مش مغلق تمام. والداله بتحسب المحيط تمام، يعني بتحسب محيط الكونتور اللي عندك او الشكل اللي عندك تمام كده تمام. عندك بعد كده ابروكسيميت بوليجون، ابروكسيميت بوليجون الداله دي بترجع اقل عدد من النقط اللي ممكن تمثل اركان الكونتور اللي عندك، ودي اللي احنا نستخدمها عشان نقدر نحدد اركان الكونتور اللي موجود عندنا تمام. بحيث لما بنحسب الاركان تمام، بنجيب المحيط اللي بتكونه النقط ديت تمام. هي طبعا يعني ايه، هو بيحسب اركان هو دلوقتي انت بتدي له كونتور عندك تمام، كونتور ده بيكون مثلا شكل مستطيل تمام. فانت لما بتدي له الابروكسيميت بوليجون ده بتجيب لك اقل عدد من النقط بتمثل الكونتور ده، او بيمثل اركان الكونتور ده تمام. وبعد ما بيمثل، بعد ما بيجيب النقط دي بيحسب المحيط اللي بيكونوا النقط دي بعد ما يوصلهم ببعضهم، ماشي؟ بيوصل كل نقط ببعضها وعمل شكل مغلق، فبيجيب المحيط بتاع الشكل ده تمام، وبيقارنه بالمحيط الاصلي للكونتور اللي انت كنت مدخله اساسا تمام. الكونتور اللي انا مدخله هنا اهو تمام، فهو بيحسب بيقارن ما بين المحيط الاصلي والمحيط اللي هو حسبه باستخدام النقط الجديده تمام. وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها نسبه خطا او ابسلون تمام، دي عباره عن نسبه الخطا معينه، عباره يعني تقريبا بتبقى من 1% ل 5% تمام، بيبقى نسبه الخطا المقبول
تمام، ما بين مين؟ ما بين المحيط الاصلي والمحيط اللي هو حسبه بعد حساب النقط، تمام كده، واخر قيمه ديت بيساوي ترو، تمام كده، تمام. فهو الفكره اللي انا عملناه ايه، اللي هو قلنا ابروكسيميت بوليجون، تمام، وادينا له الكونتور بتاعنا، تمام، اللي احنا عايزين نحسب المحيط بتاعه، وبعد كده قلنا له 2% من المحيط الاصلي. فين المحيط الاصلي ده؟ المحيط الاصلي اللي احنا حسبناه بالداله ديت كده، تمام. احنا قلنا دي قيمه الابسلون، تمام، قلنا الابسلون ده عباره عن نسبه الخطا اللي هي تبقى مثلا من 2 او مثلا من 1% ل 5% من المحيط الاصلي، تمام، من المحيط الاصلي بتاع الكونتور. فاحنا قلنا له 2%، تمام، في البري، البري اللي هو من المحيط الاصلي بتاع الكونتور اللي عندنا، واخر قيمه اللي هي مين؟ ترو، تمام كده. فهو بالقيم ديت والحاجات ديت بيحسبها، تمام، فبيقدر انه يحدد لك اربع نقط مثلا او خمس نقط او على حسب الشكل اللي عندك، تمام، دايره بقى، مستطيل، مثلث، الكلام ده كله، وبيحددك، يقدر يحدد لك الارقام بتاعه الشكل اللي عندك، تمام كده. فدي مهمه جدا، تمام. طيب بعد كده، بعد كده بقى في جزء هنا انا عامل له كومنت، ماشي، او مش مفعله. مين الجزء ده؟ اللي هو لن كورنرز لا يساوي 4 رجع نون. يعني ايه؟ يعني لو مثلا عدد الكورنرز اللي الداله ديت حسبتها او عدد النقط اللي الداله ديت رجعتها طلع اقل من 4 نقط، تمام، او اكتر من 4 نقط، رجع نون. طب ليه؟ بص يا سيدي، انا مش ليه انا مش مفعل طب ليه انا مش مفعل الجزء ده؟ بص يا سيدي، انا مش مفعله عشان مثلا هذه حمايه اضافيه من حدوث خطا في تحديد الورقه، لانه من المعروف ان الورقه عباره عن مستطيل ولها اربعه اركان، تمام، لذلك اذا وجد اكثر من ذلك لم يكن هذا الشكل ورقه، تمام. يعني ما هو فعلا لو مثلا الورقه الشكل اللي عندك كان مثلا طلع عندك ثلاث ارقام مثلا، تمام، الكلام ده صح وزي الفل لحد دلوقتي. ما هو مثلا لو كان المستخدم مثلا دخل الصوره والصوره دي عباره عن صوره مثلا ريكتانجل مثلا او صوره مستطيل، تمام، الكلام ده زي الفل لحد دلوقتي فعلا. ما هو لو مثلا المستخدم مثلا والصوره اللي داخله لي مثلا وفعلا الكلام ده زي الفل. ما هو مثلا لو انا جيت دخلت البرنامج كونتور مثلا، او دخلت الداله ديت كونتور ورجع لي مثلا ثلاث نقط، فديت ثلاث نقط ما بتمثلش ورقه، الورقه عباره عن مستطيل ولها اربع نقط، تمام، اربع اركان، فكده ما بتمثلش ورقه، تمام. بس في مشكله بقى هتقابلنا، ايه المشكله؟ ان الورقه مثلا اللي عندك ممكن تكون ورقه مثلا متنيه، فيها جزء مش باين، فيها حاجه مش كده، فهو الحاجات دي بقى ممكن تديك نقط اكتر من اربع نقط، ممكن تديك خمسه سته سبعه ثمانيه، تمام، عشان كده فديت الجزء ده مش تمام، تمام. فاحنا ممكن احنا نستغنى عن الجزء الحمايه ده، اللي هو الجزء ده ممكن نستغنى عنه، تمام، ونقدر ان احنا نعوض الجزء ده او جزء الحمايه ديت في داله ثانيه. ممكن ان احنا مثلا نحاول نحل المشكله ديت في داله ثانيه، وده اللي احنا هنعمله، تمام. عندك صوره مثلا، يعني ايه الصوره مثلا متنيه مثلا او فيها جزء متني شبه دي مثلا، تمام، فانت شوف الصوره هنا، هتلاقي ان في جزء مثلا عامل كده، الورقه هنا متنيه، هي مش ورقه مستقيمه شبه ديت كده، لا الورقه متنيه هنا، هي جايه مثلا قد الركن وبعد كده جه نزل ثانيه كده، دي متني كده، الجزء ده كده متني، تمام. فهو عشان كده هيفتكر مثلا لما يجي مثلا يرسم الصوره ديت او يحدد الاركان بتاعه النقطه ديت، هيقول لا ده ركن تاني تالت رابع خامس وهكذا، وممكن يحدد اكتر من كده كمان، عشان الورقه اللي عندك مش متظبطه اساسا، الورقه اللي عندك متنيه، تمام. فدي الخلاصه. فاللي احنا الفكره بقى ان احنا هنعمل، مش هنفعل الكود ده، تمام، وهنستخدم، هنقدر ان احنا نحلل المشكله ديت في داله ثانيه، تمام. طيب فاضل اخر حاجه ان بي دوت سكويز. ايه سكويز ديت؟ بص يا سيدي، نمباي عندها داله اسمها سكويز، تمام، دي بتشيل الاقواس المجموعه او اقواس الليست الغير ضروريه، تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا الداله بتاعتنا لما احنا نقول له مين ابروكسيميت بوليجون ديت، فهترجع لنا اربع نقط، ماشي، فالاربع نقط المفروض ان هي تبقى بالشكل ده كده، تمام، ليست هتبقى المفروض مثلا ليست كبيره، ماشي، والليست دي جواها او ده اول نقطه، دي ثاني نقطه، دي ثالث نقطه، بس لا، هي لما بتيجي ترجع لنا النقط بترجعها لنا بالشكل ده كده، اللي هو ليست، تمام، وجواها النقطه بتاعتنا، ليست وجواها النقطه بتاعتنا، غير الليست الكبيره اللي بره كمان، تمام. فدي مشكله، تمام. فاحنا الفكره بقى ان احنا بنعمل ان بي دوت سكويز، فبتطير لك بقى الليست اللي جوه دي، تمام، الليست اللي هو الجزء اللي بره ده بتطيره، تمام، وبتخليه لك بالشكل الطبيعي بتاعك ده، تمام، بحيث يبقى فيه سهوله في استخدام وتبقى الدنيا ماشيه كده يعني، تمام. بس فدي الجزء اللي هو بتحديد مين، تحديد الكورنرز اللي عندنا، تمام. طيب بعد كده تعال نشوف احنا هنقف فين اهو. دي طبعا ان اوردرد كورنرز، انا سميت ليه ان اوردرد كورنرز؟ عشان فعلا الكورنرز اللي بتيجي عندك دلوقتي مش هتبقى مترتب. يعني ايه مش مترتبه؟ ايه الترتيب اللي انت ماشي عليه اساسا؟ بص يا سيدي، الترتيب اللي انا ماشي عليه كالاتي، انني بقف برتب النقط ترتيب مع عقارب الساعه
بداية من اتجاه الشمال، تمام؟ فأنا بقف عند النقطة اللي هي فوق على الشمال ومشي مع عقارب الساعة، ماشي؟ تاني بقف عند النقطة اللي فوق على الشمال ومشي مع عقارب الساعة، دي الترتيب بتاعه، تمام؟ عشان النقط، فالنقط اللي هي بترجع من الدالة ديت مش مترتبة. طب ليه ولازمتها ايه يعني ان احنا نرتب النقط ديت؟ وليه وجع القلب ده؟ لا ده وجع القلب ده مهم جدا، ده دي الصميم ودي القلب بتاع الموضوع ده كله. في حاجة اسمها راب برسبكتيف. الراب برسبكتيف دي الفكرة في ان انت مثلا عندك صورة، تمام، وعايز تحولها لصورة جديدة، تمام. فالصورة القديمة ديت انت بتحدد عليها مثلا 4 نقط 6 نقط 8 نقط، بس المهم انت تبقى عارف احداثيات النقط ديت فين بالظبط على الصورة القديمة، تمام. وبعد كده، بعد كده في الصورة الجديدة بتحدد برضك الاحداثيات اللي هتبقى عليها النقط الجديدة ديت، تمام. يعني مثلا ايه في الصورة اللي عندنا ديت ليه احنا حددنا الكورنرز بالظبط؟ ليه في الصورة ديت احنا حددنا الكورنرز؟ ليه ما استخدمناش نقط تانية اي حاجة تانية؟ عشان انا عايز اخلي الورقه بتاعتي تبقى هي اللي ظاهره بس، مفيش خلفيه، مفيش اي حاجه، تبقى هي الورقه الظاهره بس، كانها مثلا متعلقه في السقف وانا ببص لها في وشي كده بالظبط، تمام. فهو الفكره ان احنا هنحدد الكورنرز بتاع الورقه اللي عندنا، تمام، او اركان الورقه اللي عندنا، تمام. وبعد كده بنقول له مثلا الركن اللي هو فوق على الشمال المفروض في الصوره الجديده تبقى مثلا قيمه 0 و0، والركن اللي فوق على اليمين في المفروض يبقى مثلا قيمه اللي هو صفر وعرض الصوره اللي عندك، والركن اللي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، تمام. فالمفروض ان هما الاركان اللي عندك اللي هي في الصوره القديمه تبقى مترتبه بنفس الترتيب ده، تمام. عشان الترتيب القديم هيبقى مثلا اول نقطه هتبقى النقطه اللي فوق على الشمال، تاني نقطه اللي هو النقطه اللي فوق على اليمين، تالت نقطه النقطه اللي تحت على اليمين، ورابع نقطه النقطه اللي تحت على الشمال، تمام. دي النقط القديمه. النقط الجديده لازم تبقى بنفس الترتيب بالظبط، تمام، عشان الاثنين يعني ايه يتطبقوا على بعض كده بالظبط يديك الصوره الجديده، تمام. انما مثلا لو احنا استخدمنا بقى اللي هي النقط اللي هي جايه ذات نفسها من جيت كورنر بوينتس ديت، لو احنا استخدمنا نفس النقط ديت زي ما هي كده بالظبط، لا هتبقى في مشكله، عشان انت هتلاقي مثلا نقطه مثلا فوق على اليمين هتلاقيها اتبدلت مع النقطه اللي مثلا تحت على الشمال، مثلا هتلاقي النقطتين الاثنين دولت مثلا متبدلين مع بعض، تمام. فلما انت مثلا تيجي تجيب الاثنين مع بعض وتطبقهم على بعض مثلا ولا حاجه، لا هيحصل خطا وهيديك صوره غريبه جدا، يعني مش هتفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، تمام. وهيبقى يعني هيبقى خطا، مش هيظهر لك خطا ولا يظهر لك اي حاجه، بس هتقعد بقى تلف حوالين نفسك عشان تلاقي الخطا دي فين بالظبط، تمام. فدي الخلاصه جدا وحته مهمه جدا. المهم ان انت بتحدد اتجاه معين، مش شرط ان هو يكون الاتجاه مع عقارب الساعه وابدا من النقطه اللي فوق على الشمال، لا انت ممكن مثلا تخليها اي نقطه واي اتجاه. المهم ان انت مثلا تحدد اتجاه معين واتجاه ثابت، وترتب النقط القديمه على نفس الاتجاه وترتب النقط الجديده على نفس الاتجاه، بحيث الاثنين ينطبقوا على بعض يبقوا نفس النقط بالظبط، تمام كده، تمام. فاللي انا عايز اوضحه بقى، تعالى اول حاجه هقول لك الميثود اللي هي اوردر كورنر بوينتس، تمام. تعالى اوضحها لك عشان بعد كده اوريك ازاي النقط مش مترتبه، تمام. فهو اوردر كورنر بوينتس بسيطه خالص، كل اللي احنا هنعمله، تمام. عندك الريكت دي، الريكت دي عباره عن مين؟ عباره عن نمباي اري كلها صفار، تمام، فيها 4 صفوف وعمودين 2. 4 صفوف اللي هو عشان عندنا 4 نقط، تمام، وعمودين 2 عشان عمود اول عمود عباره عن قيم الوايات، ماشي، وتاني عمود عباره عن قيم الاكسات، تمام. الوايات اللي هو المحور الراسي اللي هو الطول بتاع الصوره اللي عندنا، والاكسات اللي هو العرض الصور، تمام تمام. فانت عندك طبعا ايه الصوره عباره عن نمباي اري، تمام. العمود الاول من الشمال هو عباره عن قيم المحور الراس، تمام، والعمود الثاني من الشمال هو عباره عن قيم المحور الافق، تمام. طيب فاول حاجه الصوره، اول نقطه عندك فوق على الشمال دي بتبقى اقل نقطه في المجموع خالص، تمام. النقطه اللي فوق على الشمال مثلا بتبقى 0 و0، تمام، فمجموعهم 0، تبقى اقل نقطه خالص في المجموع، تمام. فهو دايما بتبقى النقطه اللي فوق على الشمال تبقى اقل حاجه في المجموع. فالفكره ان احنا هنجمع العمودين الاثنين على بعض، هنجمع قيم السينات وقيم الصادات او قيمه الواي وقيمه الاكس مع بعض، تمام. المحور الاول، العمود الاولاني والعمود الثاني، هنجمع الاثنين على بعض، تمام. وبعد كده عشان كده استخدمنا كلمه اكسس بيساوي 1، اكسس بيساوي 1 ان هو بيجمع الاعمده كلها، تمام. وبعد كده ان بي دوت ارجمنت، ان بي دوت ارجمنت دي فايدتها ايه؟ ان هي بتديك احداث النقطه او ترتيب النقطه في الليست اللي ليها اقل مجموع، تمام، وان بي دوت ارج ماكس اللي لها اكبر مجموع، تمام. فاقل مجموع احنا قلنا اقل مجموع هي عباره عن النقطه اللي فوق على الشمال، تمام، فهو فتديله ان اكسس سام، تمام، وان بي دوت ارج ماكس ونديله من اكسس سام برضك اللي هي الليست اللي انت عايز تدور فيها يعني، ويبقى مين اللي هي الثانيه؟ ايه الثانيه ديت؟ اللي هي النقطه اللي تحت على اليمين، تمام. النقطه اللي فوق على الشمال هتبقى اقل نقطه في الجمع، والنقطه اللي تحت على اليمين هتبقى اكبر نقطه في الجمع،
تمام؟ ليه؟ عشان هتبقى قيمه الواي اكبر ما يمكن وقيمه الاكس اكبر ما يمكن، فيبقى قيمه النقطه اللي هي تحت على اليمين ديت هتبقى اكبر نقطه، تمام؟ اكبر نقطه في جمع الاكس وجمع الواي، تمام كده؟ تمام. وبعد كده ان بي دوت ديف دي اللي هو مين؟ اللي هو طرح المحورين الاثنين من بعض، اللي هو طرح محور اكس اللي هو اكس ناقص واي، تمام؟ بيطرح المحور الاولاني، ماشي، بيطرح بيجيب المحور الاولاني ناقص المحور الثاني، تمام؟ بعد كده فهو البوينت، تمام، اللي هو اقل نقطه في الطرح هتبقى النقطه اللي فوق على اليمين، تمام، واكبر نقطه في الطرح، تمام، هتبقى النقطه اللي تحت على الشمال. طب ليه اقل نقطه في الطرح اللي هي النقطه اللي فوق على اليمين؟ عشان هيبقى الطرح بتاعها بالسالب. ليه بالسالب؟ عشان هتبقى اساسا النقطه اللي فوق على اليمين هيبقى قيمه الواي بتاعتها بكام؟ بصفر، تمام، انما قيمه الاكس بتاعتها بكام؟ اكبر ما يمكن، تمام. فيبقى الطرح ايه؟ الواي بصفر ناقص اكبر ما يمكن هيديك سالب اكبر ما يمكن، قيمه سالبه، تمام. فدي بقت ايه؟ اقل قيمه عندك بالظبط، هتبقى قيمه قليله جدا، تمام، عشان بالسالب، تمام. واكبر قيمه بقى في الطرح هتبقى قيمه مين؟ اللي هي النقطه اللي تحت على الشمال، تمام، هتبقى اكبر نقطه في الطرح، تمام. الفرق يعني هيبقى ايه؟ كبير شويه، فتبقى اكبر نقطه في الطرح، تمام. انا عارف ان انا بتكلم بسرعه، بس انت لو جيت طبقت مثلا، جبت النقط ولا حاجه وطبقتهم، هتلاقي الكلام ده زي الفل، تمام. بس كده. وبعد كده نرجع مين؟ الريكت بقى اللي عندنا، تمام كده. بس كده رجعنا ايه؟ كده رتبنا النقط اللي عندنا بالظبط، تمام. فتعالى بقى نشوف احنا وقفنا فين بالظبط. احنا اول حاجه جبنا النقط اللي عندنا، تمام، وكانت النقط ديت مش مترتبه، او جبنا النقط اللي عندنا والنقط ديت ما كانتش مترتبه. فاحنا بعد كده عملنا اوردر كورنر بوينتس كلوك وايز، تمام، من فوق شمال مع عقارب الساعه، تمام. وبعد كده ان اوردر بوينتس، تمام. وبعد كده نقول له مين؟ درو كورنرز بقى. درو كورنرز دي بسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه، تمام. كل اللي هي بتعمله ان هي بترسم بس دوائر حوالين احداثيات النقط ديت، تمام. فهي لو النقط مثلا كانت اربع نقط، فهو بيرسم النقطه الاولانيه دي، طبعا هو متوقع ان هي مترتبه، تمام. فالنقطه الاولانيه اللي هي تبقى فوق الشمال هتبقى باللون الاحمر، وديت باللون الاخضر، وديت باللون الازرق، وهكذا، تمام. بسيطه خالص. انما مثلا لو النقط الثانيه ديت كانت مثلا اكتر من اربع نقط، فهو بقى هيرسم نقط، هيحط الالوان بسرعه عشوائيه، تمام. السامبل دي انت ممكن تقرا عنها ولا حاجه، بس الفكره فيها يعني الخلاصه ان انت بتدي لها مثلا ليست مثلا مكونه من 10 ارقام، وتقول لها انا اختاري مثلا بشكل عشوائي 3 ارقام منهم، تمام. فمثلا من 1 ل 10 مثلا ولا حاجه، ممكن تختار لك 5 9 3 مثلا يعني، تمام. فهو بتختار بشكل عشوائي 3 قيم، فاحنا بنقول لها اختاري من 0 ل 255 ارقام عشوائيه، تمام، وثلاث قيم، عايز ثلاث قيم عشان اكون مين؟ اللون اللي عندي، تمام كده. تمام، تعالى بقى بلاش الكلام كتير، تعالى بقى نشوف مين اللي شغل البرنامج كده، واوري لك النقط ازاي مش مترتبه، تمام. طبعا دي الصوره اللي عندنا، احنا طبعا ما عملناش شيء، تمام. فدي الصوره هي، تمام، دي الصوره اللي عندنا. فاول حاجه طبعا هنجيب الكونتور، كده جبنا مين؟ كده جبنا الكونتور بتاعنا ورسمناه اهو، تمام. عايزك تبص على النقط ده اهي، شوف اللون الاخضر ده اهوت، اللون الاخضر اهوت، واللون الاصفر اهوت، تمام، والنقط كلها. وخلي بالك من الالوان ديت وترتيب، لو هتوقف الفيديو وخلي بالك من الصوره دي، تمام. شوف بقى لما مثلا اخش على الخطوه اللي بعدها، شوف ايه اللي حصل. النقطه الصفراء ديت اتبدلت، وجابها جه مكانها النقطه الخضراء، والنقطه الخضراء اتبدلت وجه مكانها النقطه الصفراء، تمام. بدل الاثنين مع بعض، دي الترتيب اللي انا بقول لك عليه بقى، اللي هو النقطه اللي كانت فوق على اليمين كانت متبدله ومحطوطه هنا، تمام، والنقطه اللي فوق على الشمال كانت متبدله وكانت محطوطه هنا، تمام. فهو الفكره في كلها في الحته ديت، ان النقط ما كانتش مترتبه، ولما استخدمنا الميثود ديت كانت بدانا نرتبها. وشبه ما قلت لك الخطوه دي مهمه جدا جدا، وهي عصب الموضوع كله، تمام. طيب نيجي بقى على اخر خطوه خالص، ان احنا بقى نعرض الصوره اللي عندنا، تمام. تعالى بقى نيجي على اخر خطوه خالص. اخر خطوه بقى اللي هو مين؟ ان احنا نخلي الصوره اللي عندنا كانها معروضه بقى، اللي هو نطبق فعلا الراب برسبكتيف بقى فعلا بشكل حقيقي، تمام. فعندك ميثود اللي هي مين؟ ابلاي توب فيو، تمام. بتدي لها الايمج اللي عندنا، الصوره الاصليه اللي عندنا، وان بي دوت فلوت، تمام، كورنرز في الريشيو. ايه الكلام الغريب ده بقى؟ شفت الريشيو؟ رجعنا لها تاني اهو، تمام. الريشيو يا سيدي ما انت احنا استخدمناها هنا ليه؟ عشان الصوره اللي عندنا اساسا الصوره اللي احنا حسبنا عندها النقط والكورنرز، تمام، الكورنرز ديت محسوبه على مين؟ محسوبه بالنسبه للصوره الصغيره، الصوره اللي بعد ما عملنا لها ريسايز، تمام، الصوره الصغيره اللي هي ارتفاعها 400 بكسل، تمام. انما الصوره الكبيره او الصوره الاصليه ممكن تكون ارتفاعها مثلا 1200 بكسل ولا حاجه، تمام. فاحنا بقى الفكره ان احنا الكورنرز اللي عندنا ديت احنا حولناها طبعا لفلوت، تمام،
عشان يبقى ما فيش اي خطأ يحصل، ولا في اي قيم تطير، ولا في اي حاجة تحصل. تمام، هنضربها في مين؟ في الريشيو بتاعتنا. تمام، ايه الريشيو؟ اللي هو النسبة ما بين الطول الحقيقي، اهو الريشيو اهو، اللي هو النسبة ما بين الطول الحقيقي والطول اللي هو مين الجديد اللي احنا حطيناه اللي هو 400. تمام، يعني مثلا النسبة مثلا ما بين الصورة الجديدة والصورة القديمة مثلا الضعف. تمام، الصورة القديمة ضعف الصورة الجديدة. تمام، فالنقط اللي عندنا المفروض كلها تتضرب في 2. تمام كده، فدي القصد يعني. تمام، ان الريشيو ديت لازم تتضرب في كل القيم بتاعة النقط اللي عندنا عشان تديلك مين احداثية النقط ديت بالنسبة للنقط، بالنسبة للصورة القديمة، الصورة الأصلية فعلا. تمام كده، فدي حتة مهمة جدا. طيب تعالى بقى ايه نطبق ابلاي تو فيو. تمام، ابلاي تو فيو. تمام كده، فهنا عندك مين البوينتس ديت الكورنرز بتاعتنا. تمام، دي الكورنرز بتاعتنا. تمام، اللي هو توب ليفت، توب رايت، بوتوم رايت، بوتوم ليفت. صحيح، الجزء في جزء هنا نسيته. تمام، اللي هو اوردر بوينتس كلوك وايز. تمام، النقط ديت حتى لو انت كان عندك اكتر من نقطه، تمام، اكتر من 4 نقط، لو انت عندك مثلا 5 نقط، 6 نقط، 8 نقط، بالطريقه ديت انت هتقدر تحدد النقط اللي هي فعلا احداثيات النقط بتاعتك. تمام، اللي هو فوق شمال تحت يمين والكلام ده كله. تمام، هي عندك لو حتى عندك اكتر من 4 نقط، تمام، الميثود ديت هتظبط لك الدنيا وهترجع لك 4 نقط بالظبط، اللي هم فعلا احداثيات النقط اللي عندك او احداثيات الصوره او الورقه اللي عندك. تمام، فدي مهمه جدا يعني. فعشان كده ديت نفعتنا ونجدتنا من الحته اللي احنا فوق اللي احنا عملناها. احنا قلنا عطلنا جزء من الكود فوق. تمام، قلنا عشان ساعات الصوره تبقى متنيه. تمام، هو الداله ديت هتظبط الدنيا وهترجع لك 4 نقط بس. تمام، تقدر تستخدمه وعشان تعمل رابرز بيك. تمام، فربكم فهمني في الجزء ده. تمام، فبعد كده هنعمل ابلاي تو فيو. تمام كده، فبعد كده احنا الفكره بقى ان احنا عايزين مين هنا الريبرسبكتيف اهي في الاخر خالص اهي. تمام، الريبرسبكتيف متوقع مين؟ متوقع ان انت تدي له الايمج اللي عندك، الايمج اللي انت عايز تعمل لها ريبرسبكتيف. تمام، وبعد كده متوقع مصفوفه الانتقال او مصفوفه التحويل اللي هي الام. تمام، وبعد كده متوقع حاجه كمان، متوقع مين؟ الطول والعرض بتاع الصوره اللي عندك، او العرض والطول بتاع الصوره اللي عندك الجديد. تمام، الريبرسبكتيف بتاع الصوره الجديده، يعني مثلا عايز تشوف الصوره اللي انت عايز الورقه مثلا احداثيات الورقه الجديده بقى بعد ما عامل لها ريبرسبكتيف، عايز احداثيتها يبقى كام وكام. تمام، او طولها وعرضها يبقى كام وكام، فدي اللي احنا بنحدده. تمام، طب ده اجيبه منين؟ بص يا سيدي، احنا عشان طبعا عشان كده احنا استخدمنا مين؟ الايمج اللي عندنا. تمام، والبوينتس. تمام، عشان احنا هنا بنستخدم الايمج الاصلي. تمام، طيب فهنا احنا الفكره فيها ان احنا هنحسب الويدث. تمام، هنجيب مثلا هنجيب المسافه ما بين النقطه اللي فوق على الشمال والنقطه اللي فوق على اليمين. تمام، والمسافه ما بين النقطه اللي تحت على الشمال والمسافه النقطه اللي تحت على اليمين. تمام، ونشوف مين اكبر مسافه ما بينهم. تمام، واكبر مسافه ما بينهم هنختارها كانها هي الويدث بتاعنا. تمام، اللي هو الويدث الكبير. تمام كده يعني، ونفس الكلام هنطبقه بالنسبه للطول. تمام، هنجيب النقطه اللي فوق على الشمال والنقطه اللي تحت على الشمال والنقطه اللي فوق على اليمين والنقطه اللي تحت على اليمين، ونجيب المسافه ما بينهم ونشوف مين اكبر مسافه ما بينهم وناخده كانه هو مين الطول بتاعنا. تمام، عشان ما فيش اي جزء من الورقه اللي عندنا يتقطع، ولا اي جزء يطير، ولا في اي حاجه تتفقد من الورقه اللي موجوده عندنا خالص. تمام كده، فدي جزء مهم جدا. تمام، طب احنا بنحسب الحاجات ديت ازاي؟ باستخدام المسافه ما بين نقطتين. تمام، القانون العادي خالص اللي هو مين الجذر التربيعي لفرق الصادات تربيع زائد فرق السينات تربيع الكل تحت الجذر. تمام، اللي هو مين؟ اللي هو التربيع الاولاني زائد التربيع التاني، كلهم تحت الجذر، كلهم تحت نفس الجذر. تمام كده، فدي اللي احنا طبقناه باستخدام القاعده ديت كده. تمام، القانون ده اهو. تمام كده، تمام. بس بعد كده احنا طبعا حددنا مين الماكس هايت والماكس ويدث. تمام، وهنستخدمهم هنا اهو. تمام، طيب بعد كده بقى ايه ازاي اجيب بقى مصفوفه التحويل؟ المصفوفه اللي هتعملنا كل حاجه. مصفوفه التحويل الفكره فيها ان هي مصفوفه عاديه خالص، كل اللي هي بتعمله ان هي بتاخد القيم البيكسلز اللي موجوده عندك في الصوره الاصليه، اللي هي الصوره اللي هي هنا ديت. تمام، هي الصوره اللي عندك هنا ديت. تمام، هي بتاخد الصوره كل البيكسلز اللي في الصوره اللي انت بتديها لها اللي هي الصوره ديت. تمام، وبعد كده بتحولها لصوره جديده. تمام، فهي مصفوفه التحويل بتاخد كل بيكسل تضربه في مصفوفه التحويل وتدي لك صوره جديده. تمام كده، تمام. فهو الفكره بقى ازاي بقى ان انا اجيب مصفوفه التحويل ديت؟ الفكره انت بتقول له cv2.get perspective transform. تمام، ان انت بتطلب منه ان هو يحسب لك مصفوفه التحويل دي. تمام، فانت بتدي له حاجتين اتنين شبه ما قلنا قبل كده، بتدي له النقط الاصليه اللي هي في الصوره القديمه. تمام، الصوره اللي فيها الورقه بتاعتك. تمام، وبعد كده بتدي له النقط الجديده اللي هي هتبقى النقط بتاعت الورقه بتاعتك ذات نفسها. تمام، يعني ايه؟
يعني انت بتدي له النقط القديمه اللي هي نقط اركان الورقه تمام جوه الصوره القديمه تمام، وبعد كده تاني مدخل للداله اللي هو النقط الجديده تمام اللي هي تبقى فيها اركان الورقه لوحدها تمام كده. فاحنا البوينتس دي المين اركان الورقه جوه الصوره القديمه، والدي اس تي اللي هي ديستنيشن تمام اللي هي النقط الجديده او احداثات الورقه الجديده في الصوره الجديده بقى تمام. فيبقى طبعا احداثات الورقه الجديده هيبقى عباره عن صفر وصفر تمام، وبعد كده ماكس ويتس ناقص واحد وصفر، ماكس ويتس ناقص واحد وهايت تمام، والكلام ده كله تمام. لو لاحظت ان دي عباره عن مين، دي النقطه اللي فوق شمال تمام، دي النقطه اللي فوق يمين، دي النقطه اللي فوق اللي تحت يمين، دي النقطه اللي تحت شمال تمام كده. وطبعا حولناها لفلوت 32 عشان طبعا الداله دي بتعمل الحسابات وكده يعني، ومحتاج ان هي تكون الارقام اللي عندك ارقام عشريه تمام كده تمام. فدي جزء مهم جدا، انا مرتبه بنفس الترتيب بتاع الداله بتاع النقط اللي هنا، نفس ترتيب النقط اللي هنا تمام، بنفس الترتيب بتاع النقط دي كده تمام. بس بتندع الداله ديت بقى بترجع لك مين، بترجع لك ماتريكس تمام. انت ممكن بقى تستخدم الماتريكس ديت في الداله ديت تمام، تدي لها الايمج اللي عندك والماتريكس والويدث والهايت اللي انت عايزه تمام، وبعد ما يخلص خالص هيرجع لك صوره اللي هي اسمها رابد ديت تمام. الصوره ديت بقى دي الصوره، دي صوره الورقه اللي انت عايز تحسبها بقى، او صوره الورقه اللي انت عايزها تمام كده تمام. بس فلما تيجي تشغل بقى البرنامج اهو، دي الصوره الاصليه تمام، اهوت تمام. بس فهو دي الفكره بقى، ان هو حسب بقى مين القيم اهوت، وده قيمه الورقه الجديده، وده الورقه اللي احنا عايزينها اهو بس كده. فدي كل البرنامج وده كل اللي احنا عايزينه تمام. اخر حاجه بقى الخطوه رقم 5 التدريبات، انا عايزك تعمل الحاجات التدريبات دي كلها تمام عندك هنا، بحيث مثلا تتدرب وتفهم الكلام اللي انا قلته ده، وتحاول تلعب مع البرنامج مثلا شويه ولا حاجه وتمام. وفي خطوات في حاجات من التدريبات ديت احنا هنعملها ان شاء الله في الفيديو الجاي، عشان نقدر نعرف ازاي نقدر نستفاد من البرنامج اللي احنا عملناه دلوقتي تمام، ونستخدمه بشكل متوسع اكتر من كده تمام. بس كده، فيا ريت لو ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.